السلام عليكم أصدقائي مرة أخرى في هذا الفيديو بخصوص الكوانتي. غدا إن شاء الله 2/11/2021 كورسة غتكون من 14 عود مسافة 2850 متر لبري 56,000 ديال الأورو. هذا هو البروغرام وهذا هو الكوتاج النهائي والحقيقي غنلعبو على البروغرام أصدقائي. البري ربما طالع شوية الخيل مزيانة كلها في المجموعة اللي باللون الأصفر، غادي نلعبو كيف ديما احتمال نبنيو على المجموعة اللي باللون الأصفر ونفيريفيو المجموعة اللي باللون الأخضر. عندي تسعود عاد نشوفو لا كان شي طوكار راهو التمنية، ولا ما التمنية راه حداه الواحد. هنايا الجدول أصدقائي، دائما السطر الأول يتضمن السيليكسي والفافوري الأرقام المرشحة بكثرة للفوز بالصيبة. السطر الثاني الدوزيام فافوري 8-7-1-6-3، السطر الثالث دائما طوكار 11-2-4-5، في حالة كان شي طوكار راه هو 11. لاحظوا أصدقائي رقم 11 كيتواجد في المجموعة اللي باللون الأخضر، يعني المجموعة ديال الفيت هو في الجدول في السطر ديال الطوكالات، يعني غدا غادي يزيدوه في الكوطاج. 11 نيبارد تعرفنا على لا ميزيك ديالو في اللايف. باش ما نطولش عليكم الفيديو أصدقائي، الخطة ديال الجدول هي نحذفو رقم ولا رقمين من السطر الاول كحد اقصى، نبقاو قراب اللعب والمنطق واللوجيك ونقلبوا عليهم في السطر الثاني او الثالث. هنايا اصدقائي ابرز توقعات ديال ابرز الصحافه، لعبوا كي بغيتوا، كنحاول نجيب لكم اللعب باي طريقه، وانتوما كملوا بالخبره وبالذكاء ديالكم وبلا شونس ديالكم، وعاونوا يعني لعبوا كي بغيتوا اصدقائي، كنبين لكم والكمال على الله. هنايا التوقعات ديالي في 8 الارقام 12-10-9-6-13، هذه هي الكوانتيه اللي كتبان لي حقيقيه اصدقائي. قلبوا على الاوردر، يعني لعب كي بغيتي، قلب على الاوردر، اللي بغيت تلعب اللوجيك قلب على الاوردر. ما ضفتش رقم 8، رقم 8 راه خطير، غنديروه باحتمال اصدقائي. كنتمنى لكم حظ موفق، الى اللقاء.